التحركات اللي كانت حصلت حضرتك، ان كان في تدريبات عسكريه لاسرائيل على الحدود المصريه قبل العمليه الشامله بيومين، ودي كان وكان ليها مقدر انها تدخل سيناء مجرد ان يحصل ضربه كبيره من الدواعش اللي حضروا عندنا. وطبعا زي ما انت قلت حضرتك ان احنا ما عندناش ممرات امن، احنا عندنا قبور للغزاة، يعني اللي داخل مش طالع. ده اللي خلى وزير خارجية امريكا يجي عندنا هنا ويطلب، وعلى فكرة برضو ان يطلب ممر امن لخروج الدواعش مرة اخرى مقابل اعطائنا مليار دولار، وطبعا بحجة المحاربة بعد الارهاب، وده رفضته مصر رفضا قاطعا. انا المعلومة دي ما كانتش عندي، بس دي على مسؤولية حضرتك، يعني عرض تيلرسون كان ممر امن مقابل منح الدولة المصرية مليار دولار. ايوه يا فندم، والخبر ان في مليار دولار نزل على وكالات الانباء، الغرض منه ان هو محاربه مساعده مصر على حربها على الارهاب. طبعا مصر رفضت الكلام ده، وعملت يعني هيداولوا مع بعض في هو 2 زائد 2 اللي هو وزير خارجيه مصر وزير الدفاع المخابرات. ايوه يا فندم، ده اللي اتفقوا عليه، بعد 3 شهور او 4 شهور يحل لنا بقى ربنا، لما يجوا بعد 3 4 شهور ونكون احنا حاطين، هيبقى عندنا لقاء اللي هو 2 زائد 2. ايوه يا فندم.